صفتي الرحمن والرحيم جاءت بعد قوله تعالى رب العالمين للإشعار والتنبيه أن تربية الله للعالمين ليس على سبيل العنف والقسوة والعسر، وإنما هو على سبيل الرحمة واللين والرفق ورفع الحرج. ولكن قد يسيء بعض الناس وبعض المكلفين قد يسيئون فهم الرحمة والرحيم، فيطمعون في أنهم يرتكبون المعاصي وينتهكون حرمات الله ويغضبون ربهم ورب غفور، وينسون أنه شديد العقاب، يعني يغريهم طول الأمل، وطول الأمل هذا من المغريات والعياذ بالله المهلكة، فيتواكلون، ولا نقول يتكلون لأن الاتكال المطلوب، يتواكلون على رحمة الرحمن ويسيئون فهمها ويتهاونون في القيام بالحقوق والواجبات. وحتى عندما تقول اتق الله يا فلان واخلع عن المعاصي وتب إلى الله وربك غفور وسأتوب عندما أشبع من المعاصي ومن الشهوات، ولا يدري هذا المسكين أن الموت قد يفجأه في أي لحظة فيندم ولا تحين مندم. فجاء التنبيه والتحذير لهؤلاء المفرطين والذين يغريهم طول الأمل، انتبهوا هناك يوم، يوم الحساب، وهذا يوم الحساب آت لا ريب فيه، وستجزون بالصغيرة والكبيرة. وأيضا أنت لا تتحكم في أجلك، أنت أجلك في يد الله سبحانه وتعالى، ولا تدري في أي لحظة يفاجئك هذا الأجل. فإذن جمعت الآيات بين طرفي التربية، الترغيب والترهيب، الترغيب في الرحمن الرحيم والترهيب في ملك يوم الدين. وبذلك تكون الآيات كلها منسجمة ومترابطة ويؤدي بعضها إلى بعض.